بعد تضييق الخناق عليها فرار كبير لميليشيات الحوثي الإرهابية من الدريهمي. مصرع أكثر من 100 عنصر من عناصر الميليشيات في معركة خط اللاوية بالحديدة. القوات الحكومية تؤمن عدة قرى ومواقع استراتيجية في حجة وتقترب من تأمين الخط الدولي. الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعد كل مهلة تمضي ولم تلتقطها ميليشيات الحوثي الإرهابية لإنقاذ حياة مغرر بهم يقاتلون في صفوفها، تستعيد المقاومة الوطنية والقوات الحكومية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الموت واحدة تلو الأخرى، ويسقط معها فكر سلالي بغيض ويتلاشى مشروع مستورد ودخيل يراد له أن يتمدد في اليمن خدمة لأجندات خارجية باتت تحاصره عزيمة وإرادة اليمنيين بعد أن اتضحت حقيقة الميليشيات الكهنوتية ومقاصدها التدميرية للدين والوطن. فر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد إصرارهم على المواجهة وعدم التقاط فرصة المهلة التي منحتها قوات المقاومة المشتركة لخروجهم من مركز مديرية الدريهمي بسلام، تاركين وراهم أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة. سوف نقاتلهم بهم ونرد الفعل عليهم. هذا احد الغنائم حق الميليشيات الحوثي، تم السيطرة عليها في مديرية الدريهمي من قبل ألوية العمالقة اللي هو الثاني عمالقة، وقد ذهبت الميليشيات بالهروب الى اتجاه كيلو 16، وتم السيطرة على المدفع هذا وكثير من الاعداد في بعض المزارع، والان استكمل ان شاء الله التحرير بالكامل، سيطرة على المديرية والمركز المديرية. على عزيمة وإصرار، لن نتراجع، لن نتراجع مهما كلفنا الأمر، وإن كلفنا الأمر حياة الجميع كامل إلى آخر قطرة من دمائنا. نبشر بالنصر، وأن النصر قادم لا محالة له بإذن الله سبحانه وتعالى. لقي أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في معركة خط اللاوية بدرهمي التي تكبدوا فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة ووقوع أسرى منهم في قبضة أبطال المقاومة المشتركة. نعم، صورة إحدى الطقم الحوثية التي تم استهدافها من قبل طيران التحالف اليوم في طريق الدرهمي، كما تشاهدون الآن العمالقة اللواء الثاني متقدم في الدرهمي على بعد مسافة 2 كيلو متر إن شاء الله، وهذا الطقم تم قتل كل ما فيه حوالي تقريبا يسعى للسعة عن فرح حسب ما قالوا، احنا شهود عيان من اهل المنطقة، والان احنا في الذهاب الى الدرهمي باذن الله. طقم ميليشيات الحوثي الذي استهدفتها طيران تحالف شرق الدرهمي.
اسمك؟ محمد احمد محمد العلبي. وهذا بطاقته الشخصيه؟ من صنعاء عاصم نور البيضاء، مسكونين في دريمي، معاملتهم العمالقة الله يحفظهم، معاملتهم تمام. وانضم الينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديده وجبهه الساعه الغربيه زميل عبد الوهاب نمران. مرحبا بك يا عبد الوهاب. اهلا وسهلا. هل من جديد لديك اليوم؟ نعم، الجديد كما هو معروف تواصل واستمرار الانتصارات الكبيره التي يحرزها الابطال، ابطال القوات المقاومه المشتركه ضد ميليشيات الكهنوت الاجراميه. الانتصارات مستمره في خطه اللاويه و مناطق مركز الدريهمي المحيطة بالمركز والمناطق الاستراتيجية، وتم صرع أكثر من 150 في 48 ساعة وأسر عشرات من تلك الميليشيات الكهنوتية. انتصارات متسارعة يحرزها أبطال القوات المشتركة الوحدات المتقدمة من إخواننا ألوية العمالقة وإسناد من صقور تهامة وحراس الجمهورية. انتظارات متسارعة وفرار جماعي لميليشيات الكهنوت الإجرامية، وهناك أخبار سارة ستسمعوها إن شاء الله فيما قصفت القوة المدفعية التابعة للقوات المشتركة تجمعات للميليشيات الكهنوتية أثناء محاولة تعزيز ميليشياتهم المحاصرة في أطراف المركز الشرقية أثناء محاصرتهم آخر فلول تلك الميليشيات، وتم قصف تلك التجمعات المدفعية، وهناك سقوط عدد من تلك الميليشيات أثناء قصف الأبطال وفرار البقية. هناك انهيارات في صفوف تلك الميليشيات التابعة لميليشيات الكهنوت الحوثية، وهناك فرار جماعي لتلك الميليشيات وعزيمة عالية عند الأبطال لاجتثاث هذه الميليشيات. مركز الدريهمي أصبح الآن على وشك الانتهاء وأصبح خالي من تلك الميليشيات، باقي قليل من الفلول التي تحاول أن توجد نفسها في الأطراف الشرقية، لكن الأبطال يلاحقوا تلك الميليشيات. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أخذ لهم طيب مركز المديرية تحديدا، هل تم تطهيره أم لا يزال هنالك بعض الفلول كما ذكرت؟ نعم، لأن القوات المشتركة وضعت خطة عسكرية محكمة. نعم. كل هذا من أجل الأبرياء والمواطنين التي وضعتهم تلك الميليشيات كدروع بشرية. وضعت الخطة منذ 7 أيام والقوات المشتركة تنادي وتحاول إخراج المواطنين الذي وضعتهم تلك الميليشيات كدروع بشرية في وسط مركز المديرية. نعم. تجنب ضحايا الأبرياء، وبعد ذلك لم تفيد المناداة مكبرات الصوت كون الميليشيات وضعت نقاط وقائية أو ما يسمى التابعة للجهاز الوقائي التابع للميليشيات لمنع المواطنين من النزوح إلى مناطق آمنة. نعم. القوات المشتركة علمت بذلك، قامت بوضع خطط عسكرية دخول اللواء الثاني عمالقة من الجهة الشرقية وقوات الاقتحام التابعة للواء الثاني عمالقة وبإسناد من حراس الجمهورية وصقور تهامة من الجهة الشرقية. نعم. ثم قامت وحدات أخرى من ألوية العمالقة بمحاصرة تلك الميليشيات من الجهة الغربية والشرقية ووضعهم في كماشة من الجهتين. نعم. تجنب للمدنيين حتى لا يسقطوا ضحايا المدنيين التي وضعتهم تلك الميليشيات كدروع بشرية. نعم. الآن حاولت تلك الميليشيات أن تبقى في المناطق الشرقية بعد فرارها من معظم مراكز مديرية المركز المهمة الذي يعتبر مركز المديرية عاصمة مديرية الدريهمي. نعم. وفرارهم إلى الجهة الشرقية، والآن لا يزالوا محاصرين من جميع الاتجاهات، حتى أن بحمد الله لم تسجل أي ضحايا من الأبرياء في مركز المديرية كون الخطة كانت محكمة وبعملية نوعية وحكمة عسكرية وتوخي من قبل الأبطال حتى لا يسقطوا ضحايا من الأبرياء. وهناك باقي فلول من تلك الميليشيات، وستعلن مركز مديرية الدريهمي خالية المديرية بأكملها من ميليشيات الإجرام الكهنوتية. نعم، أشكرك مراسلنا في محافظة الحديدة وجبهة الساحل الغربي الزميل عبد الوهاب نمران، كنت معي عبر الهاتف. ما ينضم إلينا في الاستوديو المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بك يا أخي فارس. أن يأتي الانتصار وإن كان متأخرا كما يقول الواقع، إنما أحرزت القوات المشتركة بعض الانتصارات وربما يعني تطهير شبه كلي لمركز مديرية الدرهمية، قراءتك من منظور عسكري؟
طبعا قبل ان نبدا بعمليه التحليل العسكريه، قبل اولا ان نعي هنا جيدا من ان اليوم ومعركه الدريهمي التي بدات باقتحامها الويه العمالقه بالذات اللواء الثاني عمالقه، هذا اللواء الذي يقوده الاخ العميد حمدي الصبيحي والذي اصبح اليوم يمشي بعكاز، هو من يقود هذه المعركه. يعي جيدا الحوثيين ان هناك اصرار وعزيمه وإرادة لدى أفراد الهوية العمالقة والمقاومة المشتركة في تطهير كل شبر من أراضي الوطن، يعني بهذه الإرادة التي يتحرك بها هذا القائد الشجاع. بصراحة أنا أتابعه منذ بداية عمليات الساحل الأخ العميد حمدي الصبيحي، وهو يسير بذلك العكاز ولديه إصرار وتضحية وشجاعة نادرة. أعتقد اليوم لواء الثاني عمالقة والوية المقاومة الوطنية وألوية بقية الألوية أو المقاومة التهامية يقومون بعمل بطولي جبار في إطباق الكماشة والحصار الدائر على مديرة على مركز مديرية الدريهمي. وأصبحت الآن ميليشيات الحوثي قاب قوسين أو أدنى من انتهاء مقاومتها أو تسليمها بشكل نهائي لمركز مديرية الدريهمي، وبذلك أعتقد أننا سيكون لدينا آخر مديريات مدينة الحديدة التي تقع في المنطقة الجنوبية لمدينة الحديدة شبه محررة كاملة، ولن يكون هناك أي خطر على القوات المتقدمة من اتجاه الخوخة باتجاه الحديدة إلا عبر بعض الجيوب التي قد تحدث اختراقات في بعض المزارع الواقعة غرب مدينة بيت الفقيه. ولذلك الآن تأمين مديرية الدريهمي سيسهم إسهام كبير في إعادة الانتشار حول المزارع المتاخمة للشريط الساحلي، وربما أعتقد سيعجل بعملية سقوط بيت الفقيه والحسينية والمنصورية. الآن القوات ليس أمامها إلا التوجه شرقا باتجاه مدينة المنصورية وقطع كل خطوط الإمداد الواصلة لميليشيات العدو. ولذلك ستكون المعركة القادمة هي معركة الحديدة بعد قطع هذا الخط. طيب سيادة العميد، يتساءل البعض عن مسألة تأخير بعض المناطق من التحرير، من حيث الجغرافيا كم من الوقت عادة في قوانين العسكرية تحتاج مثل هذه المناطق الشاسعة الواسعة؟ كم مثلا عشرات الكيلومترات هذه الآن التي تقوم عليها هذه المواجهات؟ موضوع التوقيت لا 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 يحكمه عبارة المسافة أو هكذا. نعم هناك أحيانا تجد مسافات قريبة لكنها مليئة بالألغام، ربما تقع في شراك خداعية، ربما تكون هناك كمائن كبيرة وتكبدك الكثير من الخسائر وتعجز عن التقدم فيها. لكن برغم المساحات الشاسعة إلا أن التقدم أصبح كبير وكبير جدا، بمعنى أننا يجب هنا أن نعمل على تطهير أولا المناطق من الألغام. ثانيا إعداد الخطط اللازمة لتأمين المنطقة بعد السيطرة عليها. ليس الموضوع موضوع إسقاط موقع ومن ثم الانتقال إلى موقع آخر، وربما يستطيع العدو مباغتتك واستعادة المواقع التي قمت بتحريرها إن لم تكن هناك عمليات تأمين محكمة وإعادة انتشار بشكل أفضل. نعم هناك الآن قوات المقاومة الوطنية هي التي تقوم بعملية التأمين من ابتداء من باب المندم وصولا إلى الحديدة، وعلى عاتقها تقع مسؤولية كم كبيرة. هذه المسافة تحديدا سيارة العميد؟ يعني من باب المسافة تتجاوز 120 كيلومتر تقريبا من باب المندب إلى مدينة الحديدة، ولذلك مساحة شاسعة. تحتاج إلى نقاط تفتيش، إلى نقاط تأمين، إلى فرق تقوم بعملية التنقية وتصفية الألغام من أطراف المناطق التي تعبر منها تلك القوات. تحتاج إلى عملية إعادة الحياة عبر توزيع الإغاثة وإعادة توطين الناس المهجرين أو النازحين من قراهم، إعادة بناء. يعني هناك أمور كثيرة تحتاجها القوات لكي تتقدم. نحن في عملية إعادة
تحرير الأراضي ليس فقط من قصف وقتل واستيلاء على مواقع، لا، نحن نعيد الآن الحياة إلى الأماكن التي تم إماتتها من قبل ميليشيات العدو، وتم إبادة الحياة فيها وتدمير البنى التحتية وتلغيم المناطق وتلغيم المزارع والبحار، وكل شيء الآن أصبح ملغوما في المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات. لذلك يجب هنا على القوات المقاومة الوطنية والقوات المقاومة المشتركة أن تقوم بإعادة الحياة وتأهيل المناطق التي تم تدميرها وإعادة المدارس والمراكز الصحية. كل هذا هو حمل على عاتق القوات المقاومة المشتركة. نعم. طيب سيادة العميد، بالتزامن مع تطهير مديرية الدريهمي لم نعد نسمع يتساءل البعض عن أيضا مديرية زبيدة اللي كانت لها أهمية في التحرير، في التحرير لاستكمال بقية المديرية الأخرى. طبعا هذا يدل على عملية المباغتة والخدعة أثناء الحرب. تم التجهيز لمعركة زبيد وتم محاصرة مدينة زبيد، ومن ثم انطلقت العملية باتجاه مديرية الدريهمي، وهذا جزء من الخدع العسكرية التي قد يستخدمها غرف العمليات في محاولة مباغتة العدو لكي يتمركز هو في منطقة ومن ثم يتم مباغتته من الحلقة الأضعف أو المنطقة الضعيفة التي لا يتواجد فيها قوات أو مقاومة بشكل كبير، ولذلك قد تكون هي جزء من الخدع العسكرية التي استخدمتها غرفة العمليات المشتركة في السيطرة والانقضاض على مركز مديرية الدريهمي. نعم. يعني كانت أهمية تحرير الدريهمي أكبر من زبيد تحديدا في كتأمين عسكري؟ كتأمين عسكري لمدينة الحديدة الدريهمي تعتبر أهم، لكن لا نقلل من أهمية مدينة زبيد، كون مدينة زبيد أيضا ستعمل على إسقاط العديد من المديريات، منها مديرية بيت الفقي والقراحي، يعني بأن إسقاط زبيد ستساعد وبشكل كبير وبنسبة أكثر من 50% من إسقاط مديرية بيت الفقي وجنوبا مديرية القراحي، ولذلك تعتبر برضو من ذات أهمية كبرى. ولكن تشتيت قوى العدو أيضا يلعب دور كبير عندما الآن انتقلت المعركة إلى الدريهمي. نعم. على مسافة أكثر من مديريتين تفصل بينها وبين الزبيد، أي معنى بيت الفقي ومن ثم الدريهمي، لذلك الآن عودة القوات أو التعزيزات من دريهمي إلى زبيد سيكون الآن أعتقد أن الوقت مناسب جدا لعملية اقتحام زبيد في هذه اللحظة الآن، وعند تشتيت قوى العدو وعند وصول القوات الآن إلى مركز مديرية الدريهمي يجب الآن التحرك باتجاه زبيد وبشكل عاقل وبصورة مباغتة، سيكون العملية أسهل وبأقل التكاليف. نعم. أشكرك المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وإلى هذا الخبر العاجل الذي وصلنا للتو، حيث نجا محافظ تعز أمين أحمد محمود من محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة إنماء بمدينة عدن. وأكد مراسلنا أن محافظ تعز تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت بجانب سيارته في مدينة عدن أدت إلى وقوع أضرار كبيرة في سيارته. أجبرت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي شمالي الحديدة الكثير من الأسر على النزوح إلى ملاذات أخرى بحثا عن الأماكن، لكن غياب دور المنظمات الإنسانية والظروف المادية الصعبة تزيد من معاناتهم. دموع تعكس حال الكثير من الأسر التي دفعتها انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الدريهمي إلى النزوح مخلفة وراءها متاعها وكل شيء قد يساهم في التخفيف من حر الصيف والأمان من الخوف لمن استطاع الإفلات من قبضة الميليشيات. تركنا أثاث حلال، بدينا على أثاث، لا فراش ولا دباب حق ماي ولا أي حاجة ولا ثياب ولا يعني خرجنا من الخوف، من هذا كان يضربنا بمصاص بصارخ وقضايف، خرجنا من خوفين ما حد من الدنيا إنها في خوف، ودي بدينا من نبيت أشد زين ولا حاجة ولا بدينا مفجوعين. يتهامس الأطفال فيما بينهم عن المغامرة التي عاشوها في طريق النزوح، غير مدركين الظروف الصعبة التي سيواجهونها جراء نفاد النقود في أجرة الحافلة التي أقلتهم إلى المجهول. احنا من أبناء مديرية الدريهمي نزحنا من المديرية وتعبنا في الطريق وقطعنا مسافة قوية ما مش زي أول، يمكن 5 ساعات خرجنا من المديرية بالسيارات، السيارة ما تكلف المواطن أكثر من 50,000 ريال، والناس ما معهاش ولا حاجة، هنا اللي معاك تركب سيارة ما أكثرتهم مديون حق المواصلات.
أوضاع معيشية صعبة يعيشها هؤلاء النازحون مفتقرين إلى أبسط الخدمات الأساسية في مقابل غياب المساعدات الإنسانية ويد العون من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة. لا مؤسسات خيرية، لا ما اسمه، لا مؤسسات خيرية، لا منظمات، ولا حد، ولا حد مهتم بالمواطنين في من المديرية حق الدريه. طاعنة في السن لم يشفع لها كبر سنها عند الميليشيات بأن تبقى في منزلها، وأجبرت على النزوح مع بقية من رحلوا عن الديار. طيب أنا مكسرة من جراء قوم ولا تكسر تيدو وتايدة ولا لحد. أي الله خلاص رجالة ولا حد. أليس من حق هؤلاء الأطفال أن ينعموا بطفولة آمنة ومستقرة وفي بلد يسوده السلام بعيدا عن تبعات النزوح وصراخهم الأنكى والأكثر إيلام؟ حققت القوات الحكومية تقدما كبيرا في حيران بمحافظة حجة وسيطرت على عدة قرى ومواقع استراتيجية. مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية سيطرت على قرى بني المخاوي وبني قائد وشبكية وشرفية في مديرية حيران، ووصل أبطال القوات الحكومية إلى قرية بني الزين والسادة على بعد 5 كيلومترات من مثلث عاهم الاستراتيجي التابع إداريا لمديرية حرب، عقب معارك تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. كما أحرزت القوات الحكومية تقدما شرق سلسلة جبال أبو النار في مديرية حرض، ويكتسب مثلث عاهم أهمية عسكرية كبيرة كونه يربط مديريات حرض وميدي وعبس ومحافظة حجة وصعدة عمران، والسيطرة عليه تعني حصار ميليشيات الحوثي في المدينة وسيطرة على طريق الدولي الذي يربط اليمن مع السعودية. وفي تعز كبدت القوات الحكومية ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد خلال هجوم شنته على مواقع الأخيرة في جبهة مقبنة غربي المحافظة. وذكر مصدر عسكري أن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا في قرية الفضال وجبل الحصن في مديرية مقبنة، وأضاف أن مواجهات دارت بين القوات الحكومية والميليشيا في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي المحافظة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. معاناة إنسانية تسببت فيها ميليشيات الحوثي في اليمن عموما وفي الساحل الغربي على وجه الخصوص جراء تهجير المواطنين قسريا للاستيلاء على منازلهم. ولا احنا نرضى على ذي البهدلة؟ عارنا تحت الشجر؟ ترضى على البهدلة؟ على الجوع؟ ترضى على الماء؟ هجروا من منازلهم إلى العراء، يعيشون في الخيام إثر إرهاب متعمد تقوم به عصابة الحوثي. إنها كوارث لم تعهدها اليمن إلا مع هذه الجماعة الدموية، ذلك أنها فأل السوء قولا وفعلا. يعني منهجهم غير لائق، منهجهم يشتي يحرفوا كتاب الله، يشتي يحرفوا كل شيء. احنا ما ذي من نعمش بذي، احنا على سنة الله ورسوله نمشي، وعلى الشريعة الإسلامية، على المنهج الصحيح. أنا الحين ما تعيش
الحين متضررين من الحرب. تعدد بطش جماعة الحوثي بسكان الساحل الغربي وزاد بشكل كبير، منها التهجير القسري من المنزل والتهديد بالقتل لمن أراد البقاء في داره، وزراعة الألقام في محيط المنازل وفي الطرقات، فضلا عن القصف المتكرر بالصواريخ وقذائف الهاون. إنها صور واضحة من إرهاب جماعة ديدانها القتل ومشروعها سفك الدم. كان في محوثي بجنبنا، أجوا أول يوم هم نحن إنذار، قالوا يعني مهلتكم 3 أيام تخرجوا وله نظرة بعرفهم بيتكون رصاص، فهم تخرجوا من البيوت. يعني يزحون بالإقبار، أصبحنا نغلوا نزحروا من الحوثيين. الحوثيين نزحوا قرية كثير، قرية الحلة، الحمينية، وسببوا الهاونات وسبب الرصاص، واحد ما يقدرش يهدم الرصاص بين البيوت بين فوق الأوادم. حتى نساء اليمن لم تسلم من الأذى الحوثي، وهو أذى في مجمله إهانة لليمن كهوية وإمرأة. فلم تحترم الميليشيات أسر فيها نساء وأطفال، ووصلت الجرأة الحوثية أن هددت مباشرة ربات البيوت. خرجنا احنا من بيوت احنا يعني وغصبا عنا احنا من الهاونات فوق احنا، حتى الذباب حق المي نبحث لآخر الدنيا ندور من سبب من ده من سبب الحوثي. ما يتكشف عن انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين قيض من فيض جرائم بشعة تنفذها الميليشيات بانتقام وحشي من أجل تنفيذ مشروعها السلالي والكهنوتي البغيض. النشرة مستمرة وتتابعونا بعد الفاصل. مشاق ومعاناة كبيرة يكابدها الحجيج للوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج. الحوثي ضربوا علينا بالهون هذا والأسرة بالبيت، وإحنا آمنين ولا ندري إنه بدي إحنا الضربة هذه، ولكن ربنا بيكون إن شاء الله معانا. بيتي اهتد لا لي مستلقي ولا تولي يقشقها لي، وأنا أطلب من يدون الناس وتفوبوا على الناس، أنا لا مستلقي ولا حاكم يقها لي أتامي كله، والله يضرب إحنا أن يتوع نقصش نرقد في بيتهم. ها كسروا لي بيتي وفاق معذرين بنا، كانوا معذرين بنا، وقلنا ان شاء الله دنا مقاومه يتو يبدوهم منه يبدوهم منهم اتو هون كان هون لهم بعدنا. تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية جرائمها ضد الإنسانية التي اتخذت أشكالا وأساليب شتى، ففي الفترة من يناير العام 2015 وحتى يناير 2017 قتلت 11,000 مدني وجرحت 27,000 بالإضافة إلى انتهاكاتها الأخرى. في انتهاك صارخ للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، لم تترك ميليشيات الحوثي الإرهابية وسيلة إلا واستخدمتها ضد اليمنيين. ففي عامين فقط منذ الأول من يناير 2015 حتى 31 من يناير 2017 قتلت ميليشيا الحوثي الإرهابية 11,000 مدني وفق إحصائيات لمنظمة رصد للحقوق والحريات، فيما جرح أكثر من 27,000 جراء القصف للأحياء السكنية وقنص للمارة في الشوارع.
التدمير والقصف العشوائي أسلوب استخدمته الميليشيا الحوثية ضد المدنيين لترويعهم وطردهم من مساكنهم، حيث تسببت في تدمير أكثر من 26 ألف منزل خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، بالإضافة إلى تدمير 29 ألف من الممتلكات العامة. أساليب الخطف والاعتقالات أيضا منهج دأبت عليه جماعة الإرهاب الحوثي، ووفق إحصائيات للفترة ذاتها فهناك أكثر من 16 ألف مواطن يقبعون خلف القضبان الحوثية بتهم مختلفة. الألغام أيضا هي إحدى الطرق الإجرامية التي تستخدمها الميليشيات الحوثية، فقد ذكرت تقارير لمنظمات حقوقية أن العناصر الحوثية زرعت ما يقارب مليون لغم وعبوة ناسفة في المناطق التي خضعت لسيطرتها، تسببت في قتل المئات من المدنيين. انتهاكات وجرائم الميليشيات في تزايد مستمر في المناطق التي خضعت لسيطرتها، وجعلت من حياة الأبرياء وممتلكاتهم مكانا للسلب والنهب والتدمير. معاناة كبيرة ظل يكابدها الحجيج خلال سفرهم الطويل في الماضي وصولا إلى مكة لأداء فريضة الحج، باتت اليوم أكثر سهولة وسرعة وأداء. كان بعد المسافات يمثل عائقا أمام الحجاج، وأدائه محفوف بالمخاطر، حيث كان قاصد الحج يخرج من بلاده وينتقل إلى بلد آخر يعيش فيه فترة من الزمن، ثم ينتقل إلى بلد آخر حتى يصل إلى مكة المكرمة بعد فترة طويلة من الزمن تمتد لأشهر. ولم يكن بعد المسافات وحده هو العائق الوحيد أمام قوافل الحجيج، بل إن قوافل الحج كانت تتعرض إلى مخاطر تتمثل في الظواهر الطبيعية كالبرد القارس والأمطار والسيول التي قد تفقد قاصد الحج حياته قبل الوصول إلى مبتقاه. ولم تسلم رحلات قوافل الحج قديما أيضا من أعمال السلب والنهب، وفي بعض الأحيان القتل من قطاع الطرق واللصوص، خاصة مع بداية عصر الفتن للدولة الإسلامية واختلال وزعزعة الأمن نتيجة الحروب، وكان ذلك منذ نهاية القرن الثالث الهجري، وأدى ذلك إلى انقطاع رحلات الحج إلى مكة المكرمة لعدة سنوات. وكان الحجيج أثناء سفرهم يصارعون المرض والجوع والعطش، فكثيرا ما كانت الأمراض تفتك بهم وتتسبب في وفاة كثيرا منهم، فيما كانت مشكلة نقص المياه والطعام تمثل مشكلة ليست بالسهلة بسبب طول المسافة وندرة المياه في المناطق الصحراوية التي يمرون بها، لذلك كانوا يتعاملون مع المياه والطعام الذين يحملونه معهم منذ بداية رحلتهم بحذر شديد، خوفا من نفاذها قبل وصولهم إلى مكة لأداء الفريضة. وفي الملف الاقتصادي، خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة والبنك المركزي إلى وضع معالجات جادة للحد من تدهور الريال، وتقارير اقتصادية تكشف فشل تركيا في وقف تدهور الليرة. جولة اقتصادية جديدة والبداية محليا، حيث دعا خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي إلى وضع المعالجات المبنية على المصداقية والشفافية بعيدا عن الحلول الترقيعية للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، وتعزيز مبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد مع تحديد قائمة السلع الضرورية، وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح، وكذلك القضاء على الاحتكار في استيراد السلع بما فيها المشتقات النفطية ووقف الاستنزاف للعملة الصعبة في مشاريع شراء الطاقة. وأكدوا أهمية تشغيل مصفاة عدن، والذي سيؤدي إلى توفير ما يزيد على مليار دولار. وتراجعت العملة الوطنية مجددا بعد أن كانت شهدت تحسنا ضفيفا خلال الأيام القليلة الماضية بعد ضخ البنك المركزي بعدن جزءا من الوديعة السعودية إلى الأسواق المحلية، ليكون سعر بيع الدولار 551 ريالا والشراء 555 ريالا، فيما تراوح بيع وشراء الريال السعودي بين 145 و147 ريالا.
تستعد تونس لفتح مكاتب خاصة بتبادل العملة الأجنبية تعمل إلى جانب البنوك التونسية العمومية والخاصة بهدف جمع النقد الأجنبي من المواطنين لمواجهة التراجع في احتياطات البلاد. وزارة المالية التونسية أكدت أن الشبكات الموازية لتبادل العملة الأجنبية قد نشطت كثيرا خلال السنوات الأخيرة وتمثل أكثر من 50% من إجمالي المعاملات المالية، ومن المنتظر أن يكون لها مردودا إيجابيا على الجهاز البنكي والمصرفي المحلي والمساهمة في إنعاش مخزون تونس من العملة الصعبة بنحو 185 ألف دولار. أكدت تقارير اقتصادية فشل تركيا في وقت تدهور عملتها على خلفية أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة. ورغم سعي البنك المركزي التركي لضمانة الأسواق بأنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي، إلا أن هذا الإعلان تراجع بعد بضع ساعات مع اتهام أردوغان واشنطن بالسعي لطعن تركيا في الظهر، ما تسبب بتدهور إضافي لليرة وتجاوز الدولار الأمريكي للمرة الأولى سقف 7 ليرات تركية، لتضاف إلى خسائرها التي بلغت 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو خلال هذا العام، ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد والأسواق المالية العالمية. هذا ودعت شركات ونقابات تجارية الحكومة إلى تسوية النزاع مع واشنطن بهدف معالجة تدهور الليرة. وقعت الدول الخمس المحيطة ببحر قزوين اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني له بعد محادثات استغرقت أكثر من 20 عاما، وبموجب الاتفاقية ستكون المياه السطحية متاحة أمام كافة الدول المحيطة به، وستمنح حرية للشحن بين جميع الدول الساحلية خارج المياه الإقليمية، لكن قاع البحر الغني بالموارد الطبيعية سيتم تقسيمه بحسب اتفاقيات ثنائية. ويعد بحر قزوين مهما للغاية للدول المحيطة به لما يحويه من موارد للنفط والغاز، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 50 مليار برميل من النفط وما يقرب من 300 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في قاع البحر. وأخيرا، سجلت أسعار النفط تراجعا مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة، الأمر الذي انعكس سلبا على نمو الطلب على الوقود. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72 دولارا و57 سنتا البرميل بانخفاض 24 سنتا عن الإغلاق السابق، فيما سجل خام غرب تكساس في العقود الآجلة 67 دولارا و43 سنتا البرميل متراجعا 20 سنتا عن التسوية السابقة. وتوقعت منظمة أوبك زيادة الطلب على النفط العام المقبل بوتيرة أقل من توقعات سابقة لها. ختام النشرات تذكر بعناوينها: بعد تضييق الخناق عليها فرار كبير لميليشيا الحوثي الإرهابية من الدراهيمي. مصرع أكثر من 100 عنصر من عناصر الميليشيات في معركة خط اللاوية بالحديدة. القوات الحكومية تؤمن عدة قرى ومواقع استراتيجية في حجة وتقترب من تأمين الخط الدولي. انتهت النشرة، إلى اللقاء.